الحمد لله العلي الأعلى، عرج بنبيه إلى السماوات العلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الذي اصطفاه. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنها للهدى مشكاة، وللأرواح مرقاة، وللفضائل مدعاه، وللنفوس منجاه، وهي خير ما طلبه المرء ورجاه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أيها المحبون للنبي صلى الله عليه وسلم، في ليلة من ليالي النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته بالبلد الحرم، إذا بنور يبزغ وسط الظلام، إنه أمين الوحي جبرائيل عليه السلام، جاء ليصطحب أكرم الخلق على الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم إلى السماوات العلى للقاء ربه ومولاه في معجزة عظيمة عجزت العقول عن فهمها وإدراك حقيقتها، لكن قلوب المؤمنين آمنت بقدرة مدبرها وصدق صاحبها. قال سبحانه: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إنها معجزة المعراج التي رحب فيها الملائكة والأنبياء بقدوم ضيف السماء، كلهم يقول مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فبمن تظنونه التقى يا عباد الله؟ لقد التقى إخوته من الأنبياء، فقابل في السماء الدنيا أبا البشرية آدم عليه السلام، فأقبل إليه وسلم عليه، فرد عليه قائلا: مرحبا وأهلا بابني، نعم الابن أنت. ثم ارتقى به جبريل عليه السلام سماء بعد سماء، فالتقى فيه النبي يوسف وعيسى ويحيى وإدريس وهارون وموسى عليهم الصلاة والسلام، كلهم يقول مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم التقى بنبي الله إبراهيم عليه السلام، فإذا به في السماء السابعة، وإذا هو أشبه الأنبياء بنبينا عليه الصلاة والسلام، مسنداً ظهره إلى البيت المعمور قبلة أهل السماء، فبادر نبينا صلى الله عليه وسلم بالسلام، فرد عليه إبراهيم التحية والإكرام، ثم قال له: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وبعد ذلك ارتقى نبينا عليه الصلاة والسلام حتى بلغ مكانًا لم يطأه أحد قبله ولا بعده، عند سدرة المنتهى، وهي شجرة عظيمة عندها جنة المأوى ينتهي إليها علم جميع المخلوقات، لا يستطيع أحد أن يصفها من حسنها. فما أرفع مكانك يا رسول الله، لقد بلغت مكانًا لا يطار له على جناح ولا يسعى على قدمي. أجل، لقد تبوأ نبينا صلى الله عليه وسلم مكانة عالية حتى دنا منه الجبار رب العزة. قال تعالى: فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ماذا أوحى إليه يا عباد الله؟ لقد أوحى إليه في ذلك المقام العظيم بأمر عظيم وركن ركين، أتدرون ما هو؟ إنها الصلاة يا عباد الله، صلة العبد بمولاه، فرضها عليه 50 صلاة في اليوم والليلة. قال عليه الصلاة والسلام: فرجعت حتى أمر بموسى، فقال موسى: ما الذي فرض ربك على أمتك؟ قلت: فرض عليهم 50 صلاة. قال: فراجع ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك.
فراجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه أكثر من مرة يسأله التخفيف عنا رحمة بنا وشفقة علينا، وقال: يا رب، إن أمتي ضعفاء، أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم، فخفف عنا. فقال رب العزة: هي خمسة وهي خمسون، لا يبدل القول لدي، إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وأجزي الحسنة عشرا. فالحمد لله الذي فرض علينا الصلاة من فوق سبع سماوات، وجعلها مرقاة لنا في الدرجات، وقرة عين لنا، وراحة لبالنا، وزكاة لنفوسنا، وخفف عنا سبحانه فيما شرع لنا، فلم يكلفنا إلا وسعنا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خير البشر، ما اتصل عين بنظر أو سمعت أذن بخبر، وعلى آله وصحبه والتابعين الغرر. أيها المؤمنون، في رحلة المعراج رأى رسولنا صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى، فرأى الجنة وما فيها من نعيم، قال عليه الصلاة والسلام: أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ، أي عقود وقلائد من اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك، وبينما هو فيها إذ مر على نهر حافتاه قباب الدر المجفوف، عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد طينه المسك، فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك، فاسعى إليه يا عبد الله بالأعمال الصالحة. يقول القائل: اعمل لدار غد رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران نبات مزهر فيها. ورأى عليه الصلاة والسلام النار وما فيها من مشاهد، فرأى قوما يخمشون وجوههم وصدورهم، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فتفكروا يا عباد الله في هذه الرحلة وما تحمله من مبادئ عظمى وقيم كبرى، فهي رحلة التكريم الرباني للنبي صلى الله عليه وسلم، أعطي فيها عليه الصلاة والسلام ثلاثة: الصلوات الخمس، وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا، وهي رحلة التيسير والتخفيف، ورحلة الأخوة بين الأنبياء، ورحلة السلام، ورحلة السؤال والحوار، وهي معجزة كلها عظات وعبر. يقول رب العزة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه، وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا آمنا بك وصدقنا بنبيك، فنسألك يا ربنا بجلال وجهك وعظيم سلطانك أن تحشرنا في زمرته، وتدخلنا الجنة برفقته، وتوردنا حوضه، وتسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أدم على دولة الإمارات الأمان والاستقرار والرقي والازدهار، واصرف عنها شر الأشرار يا عزيز يا قهار، وعم العالم بالرحمة والسلامة والمحبة والاطمئنان. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد وولي عهده ونوابه وولي عهده الأمين، والشيخ محمد بن راشد وولي عهده ونوابه، وإخوانه حكام الإمارات وأولياء عهودهم لكل خير. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين، والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد والشيخ حمدان وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وادخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا من بركات السماء، وانبت لنا من بركات الأرض، يا أرحم الراحمين. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.